حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الحاكم في هولندا يفوز بالانتخابات التشريعية التي أقيمت أمس الأربعاء محققا تفوقا طفيفا على حزب العمال. وحسب قنوات التلفزيون الهولندية الرسمية فإن نتائج الفرز النهائية أكدت فوز الحزب الليبرالي الذي يمثل يمين الوسط ب 41 مقعدا من مجموع 150 مقعدا في البرلمان. زعيم الحزب رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارغوت قال مهنئا أنصاره إن الليبراليين لم يكونوا أبدا بمثل القوة التي هم عليها الليلة. من جهته حقق حزب العمال بقيادة ديدريك سامسوم أفضل نتائجه في الانتخابات العامة بحلوله ثانيا وبفارق صوتين فقط خلف الحزب الليبرالي. سامسوم الذي استلم رئاسة الحزب في مارس آذار الماضي ليجعل منه أحد أقوى الأحزاب في هولندا قال إن البلاد بحاجة إلى حكومة قوية ومستقرة في أسرع وقت ممكن، وإن الحزب سيبذل ما بوسعه للنجاح في تشكيل الحكومة الجديدة. هذه الانتخابات مثلت ضربة قاسمة لحزب الحرية الذي يتزعمه اليميني خيرت فيلدرز بعد أن خسر 9 مقاعد مقارنة بعدد ممثليه في البرلمان السابق مكتفيا ب15 مقعدا فقط. يذكر أن حزب الحرية كان سحب دعمه للحكومة الائتلافية السابقة ما أدى إلى استقالتها في أبريل نيسان الماضي.